طيب رقم أربعة بقى، رقم أربعة نفس السؤال، هو بيقول لك sketch transfer characteristics. تمام، يعني هنعمل علاقة ما بين ال V in وال V out، وقايل لك بس هنا إن ال input بتاعك ما بين minus 15 و 15 فولت. تمام، وقايل قايل هنا بس إن ال فولت بتاع الدايت قيمته ب 0.7. تمام، وقايل لك إن فولت الزينر ب 6.8، وقايل لك إن ال RZ هنعمل لها neglected. تمام، طيب فأول حاجة هنعمل إيه؟ الدايرة دي بنسميها دايرة بريدج، ده اللي هو الفول ويف ريكتيفاير. تمام، طيب ففي دايرة البريدج كنا بنعمل ايه؟ في اتنين دايت بيشتغلوا، ومفروض احنا عندنا اربعة دايت، ففي اتنين بيشتغلوا، الاتنين اللي قصاد بعض بيشتغلوا، والاتنين اللي قصاد بعض التانيين بيفصلوا. تمام، طيب والزنر احنا عارفين ان هو بيشتغل في حالة الفورورد وحالة الريفرس. طيب فانا المفروض هنيجي نبص هنا للدايرة بتاعتي، فنلاقي هنا ايه؟ اول حاجه لو انا شغلت الدايد الاولاني يبقى الدايد التاني هيشتغل، والدايد الرابع والدايد التالت هيفصلوا، والعكس الدايد الرابع والدايد التالت هيشتغلوا، يبقى دي 1 ودي 2 هيفصلوا. طيب انا المفروض مدخله اول حاجه، هو بيقول لك مدخله ماينس 15. تمام، يعني مدخله الانبوت بتاعي ماينس 15 فولت، معنى ان انا مدخله نيجاتيف، يبقى كأن ادي النيجاتيف هنا، يبقى نيجاتيف هيدخل عند النقطه ديت اول حاجه، هيقابله هنا نيجاتيف وهيقابله هنا بوزيتيف، فنيجاتيف مع نيجاتيف الدايد يبقى ده ايه؟ فورورد. نيجاتيف مع بوزيتيف الدايد يبقى ده ايه؟ ريفرس. تمام، طيب لو احنا كملنا بقيه الدايره هنلاقي ان ده فورورد وده هيبقى فورورد، الاثنين اللي قصاد بعض فورورد، والاثنين اللي قصاد بعض التانيين هيبقوا ايه؟ ريفرس. تمام، هقول بس المعلومه دي مش هقولها تاني بعد كده. هو احنا عندنا هنا ده نيجاتيف، فده نيجاتيف هيكمل على دوت، يعني المفروض كده التيار اللي هيبقى ماشي هيدخل هنا عندي عند البوستيف، فده هيبقى ريفرس، وهنا النيجاتيف مع بوستيف هيبقى ريفرس، مكمل نيجاتيف مع نيجاتيف هيبقى ايه؟ فورورد، ونخلي بالنا اللي جوه ده زينر. تمام، طيب فده هيبقى مش شغال، او السلكه دي كانها دايره مفتوحه، وده برضو مش هيبقى شغال كانه دايره مفتوحه. تمام، فالرسمه هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مقاومه. تمام، وادي دايت بالشكل ده، هشيله واحط مكانه 0.7، يبقى كأنها هنا ده النيجاتيف بتاعي. تمام، وده البوستيف بتاعي. طيب والزنر، الزنر اهو هحط القيمة بتاعة الزنر. طيب والمفروض يبقى انا كده اشتغلت عند فين؟ اشتغلت دي كده. طيب والدايد اللي هنا المفروض هيبقى قيمته بكام؟ برضو ادي النيجاتيف بتاعي وادي البوستيف بتاعي، فادي هتبقى الدايرة عاملة كده، ادي نيجاتيف وادي بوست وادي جراوند. يبقى هنا المفروض نيجاتيف 0.7، نيجاتيف 0.7، ودي قيمة الزينر. تمام، اللي هي 6.8، وده الانبوت بتاعي. طيب فأول حاجة هو بيقول لك هات لي الفي اوت، أنا عشان أرسم الرسمة فلازم أجيب في إن وفي أوت، فالفي أوت بتاعي لما كان الإنبوت بنيجاتيف 15، الفي أوت كان بقيمته بكام؟ ماينس 0.7. دول كده مع بعض كلهم سيريس، يعني كده كأنهم كلهم متوصلين مع بعض سيريس، يعني كأن الدايرة بتاعتي عاملة كده، مقاومة وبطارية بنيجاتيف 0.7، وبطارية بتاعت الزينر. تمام، وبطارية تاني بنيجاتيف 0.7، فكأني بقول نيجاتيف 0.7 بلس ال 6.8 ماينس الكام؟ ماينس ال 0.7، فالفي اوت بتاعتي هتطلع ب 8.2 تقريبا. خلينا نشوفها في الانسر. اهي هتطلع ب 8.2. تمام، يبقى انا كده جبت الفي اوت لما كنت مدخلها بالنيجاتيف، ماشي، يبقى كده هتطلع ب 8.2 في حالة لما كانت تطلع، المفروض في حالة هتطلع بنيجاتيف 8.2 عشان انا مدخلها هنا بنيجاتيف، واتفقنا ان الدايت هنا كان نيجاتيف 0.7 بلس 6.8 ماينس 6 ماينس 0.7، فطلعت بنيجاتيف 8.2. تمام، طيب يبقى احنا كده جبنا الاول اول جزئيه، يبقى الفي اوت هنكتبها لما الانبوت بتاعي كان نيجاتيف 15. تمام، عباره عن نيجاتيف 0.7 بلس نيجاتيف 0.7. تمام، نيجاتيف 6.8 اللي هي طلعت في الاخر بنيجاتيف 8.2.
تمام. طيب نفس الحكاية لما دخلت 15 فولت، في حالة ال 15 فولت يعني ده بقى بالبوستيف، ده معناها ان انا دلوقتي هيبقى مين اللي شغال عندي؟ D1 وD2 وD4 وD3 كأنهم مش شغالين، يعني كأن ده كده هيبقى ده بوستيف مع بوستيف هيبقى 4 فولت. تمام، يعني كأن مين اللي شغال عندي؟ الجزء ده كده. طيب فكأن ال V out بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 0.7 بلس 0.7 تمام بلس الفولت بتاع الزينر اللي هو 6.8 اللي هي تطلع بكام؟ ب 8.2 فولت. تمام، طيب يبقى انا كده طلعت ال V out لما كانت ال V in بتاعتي بكام؟ ب 15 فولت. اروح رسم الجراف بتاعي كده تمام، واقول ان انا عندي علاقة ما بين ال V out وعلاقة ما بين ال V in. طيب وعندي هنا ال V out مرة طلع بكام؟ طلع مرة ب 8.2 ومرة تانية طلع بماينس 8.2. طيب وال V in، ال V in احنا عارفين ان هو مرة ب 15 فولت ومرة بماينس 15 فولت. طيب وفي حالة لما هو ان انا شغالة ريفرس، يعني كأن بقى ان ال V out وال V in مش هي يعني كده المفروض ان هما بيساوي بعض، يعني ال V out بيساوي هو ال V in لو انا كده شغالة ريفرس، فمعناها ان ال V out هو ال V in اللي هو كأنه 8.2 هنا وكأنها هنا ماينس 8.2. تمام، ده معناه كده ايه؟ معناه كده ان انا المفروض في الجزء ده، يعني في الجزء اللي انا اللي هنا واللي هنا ده كده اللي هو الحتة دي كده، الدايت بتاعي هيكون ريفرس، يعني الدايت هنا مش شغال اصلا، يعني ده كده في الجزء اللي انا يعني الدايت مش هيشتغل نهائيا. تمام، طيب وبرضو انا هنقول ان هو الزينر بيشتغل في حالة الفورورد والريفرس، بس احنا متفقين ان الزينر عند تيار معين اللي هو كنا بنقول اللي هو الاي ني، لو اقل من القيمة ديت الزينر ما بيشتغلش، فاحنا بنفرض ان احنا الفي ان هو الفي اوت، يعني قيمة كده معنى كده ان التيار هنا في الزينر قليل جدا ان هو مش شغال. تمام، طيب تعالوا بقى نرسم الرسمة بتاعتنا. الرسمة هتبقى عبارة عن ايه؟ المفروض ان انا عندي هنا أول حاجة عند 8.2، 8.2 تمام، المفروض كان الدايرة بتاعتي ايه؟ كأن الجزء ده اللي هو كان ريفيرس اللي هو مش شغال، وما عندي 8.2 ل 15 المفروض خلاص هيثبت عندي، يعني هو ال V out وال V in هيبقوا شغالين، اللي هو مين اللي هيبقى شغال؟ الدايد الأولاني والدايد التاني والزينر، بس عند الجزء ما بين 8.2 و 8.2 اللي احنا لسه قايلين عليهم ده ان هو V out هو ال V in مش شغال. تمام، طيب وهنيجي هنا برضو عند 8.2 اللي هو نيجاتيف 8.2 ونيجاتيف 8.2 تمام، يعني كأنها هنا كده برضو الجزء ده مش شغال. طيب وعند نيجاتيف 8.2 لحد ماينس 15 ده كده معناه ان ال V out وال V in هيكونوا شغالين، يعني معناها ان ال V out مش هو ال V in، يعني معنى كده ان الدايد 4 ودايد 3 هيكونوا اون والزينر هيكون اون، ودايد 1 ودايد 2 هما اللي هيكونوا ايه؟ اوف. يبقى الرسمة بتاعتي هي عبارة عن الجزء اللي ما بين 8.2 وماينس 8.2، يعني الجزء ده كده الجزء ده كده معناه ان هو في حالة ان الدايد الاولاني والدايد الثاني والدايد الثالث والدايد الرابع والزينر مش شغالين. تمام، بس معنى ان هو عشان كده يعني عشان كده بنقول البي ان هو البي اوت. تمام، بس معنى ان 8.2 و15 يعني ما هو كان عند 15 فولت لحد 8.2، يعني الجزء ده كده كله معناه ان الدايد الاولاني والدايد التاني شغالين والدايد الرابع والدايد التالت فاصلين والزينر شغال، ومعنى اما كان نيجاتيف 8.2 وعند ال 15 فولت ده كده ماشي من اول نيجاتيف 8.2 لحد ماينس 15، هو معناه ان هو الدايد الرابع والدايد التالت شغالين والدايد الاولاني والدايد التاني فاصلين والزينر شغال. تمام، ده كده بالنسبة لشيت 4، كده خلص شيت 4.
يبقى احنا كده شرحنا كل اللي في الشيت، وانتوا خدتوا في السكشن السؤال الأول والتاني والتالت.